صباح الله وصباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. يسود طقس مستقر ومشمس في العاصمة عمان مع هبوب لرياح نشطة مع 26 درجة مئوية لنهار اليوم، الملموسة 26، الرطوبة 45%، والرياح تكون نشطة السرعة 40 كيلومتر في الساعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، شمالا نبدأها إربد، رياح نشطة 29 إلى 16، منفرق 30 إلى 16، جرش 28 إلى 15، وعجلون 27 إلى 13. المنطقة الوسطى رياح نشطة في مأدبة 28 إلى 16، البحر الميت 35 إلى 23، البلقاء 30 إلى 18، الزرقاء 30 إلى 18 أيضا، والعاصمة عمان 26 إلى 18. المنطقة الجنوبية رياح نشطة في عموم المنطقة، الكرك 25 إلى 14، الطفيلة 27 إلى 16، معان 28 إلى 19، الشوبك 25 إلى 15، والعقبة 37 إلى 34 إلى 24 عفوا. المنطقة الشرقية رويشد رياح نشطة 34 إلى 17، الصفاوي 33 إلى 17، والأزرق أيضا رياح نشطة 34 إلى 18. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.